من الحاجات الجميلة اللي تحدث فيها الأسطورة كابتن محمود الخطيب هي جزئية مؤمن زكريا. شوف قد إيه مؤمن زكريا، يعني مؤمن زكريا ده والله العظيم يعني المحنة اللي بيمر فيها ثق إنه هيكتب عند الله من الصابرين، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيجازب الصبر، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجازب الصبر، فهيكتب من الصابرين بإذن الله تعالى على هذا الابتلاء الصعب يعني، وربنا يحفظه ويتم شفاه. شوفوا بقى تقديره للخطيب وللاهل وكده، لحسام غالي انا كذا انا جنبك، للكابتن محمود الخطيب كذا ولما يتعب كذا، فبالتالي وشوف لما الكابتن محمود الخطيب قال عباره في منتهى القوه تفوق مساله الحقوق، تفوق مساله الحقوق، انه كان عقد ان عقد مؤمن زكريا اتصرف كامل مثلا يعني، قال لك مؤمن زكريا واسرته في قلوب الاهلي والاهلاويه. شوف بقى هذا التقدير، شوف هذا التقدير من الكابتن محمود الخطيب لمؤمن زكريا وكده. في بعض الامور بقى الاخرى اللي تكلم فيها الكابتن محمود الخطيب في جزئيه انتخابيه شرحها ووضحها ومر عليها كده بذكاء شديد جدا، وهو موضوع امين الصندوق. على من خالد مرتجي واكد على حاجته الشديده له. حاضر يا استاذ، حاضر هتكلم في موضوع الاستاذ محمد شبانه وموضوع فيريرا. حاضر حاضر اهو يا عم، هكتبها عندي اهو يا سيدي عشان حاجه تبقى مطمن. وكارتيرون، ما انا كاتب العنوان في كارتيرون، رحيل كارتيرون، يعني انا كاتب في العنوان رحيل كارتيرون. فدي جزئية كانت في منتهى الأهمية، إن هو تحدث إن هو هيرتاح مع خالد مرتجي، إن طول عمر القايمة هي السمة اللي بيتعامل بها النادي الأهلي مع جماهيره العظيمة ومع جمعيته العمومية المحترمة، أكد على ضرورة نجاح القايمة كاملة، خاطب الناس بالكاريزما اللي قعد 4 ساعات ونص وتحس إنه ما عادش غير ربع ساعة من حلاوة الكلام والقبول اللي ربنا حطه في وجهه. ما هو مش ممكن هو هيبقى ماسك السبحة كده باستمرار وبيستغفر وبيصلي على سيدنا النبي، ها، وربنا ما يحطش في وش القبول. ربنا حاطط في وش القبول وحب الناس. ايوه يا سيد، ايوه يا سيد، ما هو يقول لك عليها كاريزما، تبقى قبول من عند الله، يقول اي حاجه الناس حباها منه، يقول اي حاجه الناس حباها منه، يتكلم في اي موضوع الناس قبلاه منه. فالكاريزما بتاعت كابتن محمود الخطيب يعني ما خلتش الاربع ساعات ونص دول يعني كده، لا ده كان الناس حابه القعده، وطالب الجمعيه العموميه بانتخاب القائمه كامله، بانتخاب القائمه كامله في الانتخابات التي تجرى بعد 48 ساعه ان شاء الله في النادي الاهلي. والنهارده بيعمل لقاءه الاخير بالاعضاء في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وبالتوفيق للكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم والاخلاق. وانا دايما ببقى حريص على فكره الاخلاق، لان الكبير لما بتبقى اخلاقه راقيه الناس بتحبه، الناس بتحترمه، الناس بتقدره، الناس بتقلده، بتقلده وبتقلد سلوكياته. وعشان كده انا دايما باكد على ان كابتن محمود الخطيب هو اسطوره الاخلاق وكره القدم. ممكن تبقى لعيب كويس جدا لكن انت ما تنفعش تبقى قدوه للشباب ولا للاطفال. كابتن بيبو مش هتلاقيه بيرتكب ما يشين شخصيته او ما اللي يخليه مكسوف منه، او اللي يخلي واحد يقول لابنه لا 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 ما ينفعش ده يبقى قدوتك، ما ينفعش ده يبقى كذا. فكابتن محمود دايما هو اسطوره كره القدم والاخلاق. تختلف معاه في اي قرار قروي ما عادي عادي، لكن مش ممكن ابدا تختلف على اخلاقه ولا على سلوكياته ولا على طريقه خطابه للجميع. يحترم الجميع، يحترم الجميع ويحترم الانديه المنافسه، وله صداقات عظيمه مع كل الانديه المنافسه، لكن ما بيقبلش بالغلط لا في شخصه، ممكن والله ممكن يفوت شخصه، ما يقبلش بالغلط في المنظومه كامله وهي منظومه النادي الاهلي، خاصه لو كان الخطا من احد ابناء النادي الاهلي اللي هم محسوبين عليه والنادي الاهلي يقدرهم ويعني حاططهم في قلبه يعني. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. تسلم مرتضى منصور ومجلس ادارته نادي الزمالك بالامس. عجبني ان مرتضى منصور جاي بثقافه مختلفه وباهداف مختلفه وبنوايا مختلفه، ان هو بيقول لك سيبك من الماضي، خلينا نتكلم في المستقبل. في المستقبل ده شيء كويس، لان نادي الزمالك يحتاج الى شغل كبير جدا،
وعنده مشاكل كبيره جدا، وعنده لعيبه محتاجه تجدد، وعنده فرع تاني لسه سياده الريس مرجع الارض. الجزئيه دي لازم اتكلم فيها، جزئيه سياده الريس. شوف بقى رئيس الجمهوريه لما يعدي على السور يقول لك ان احنا كنا بنلاقي مشاكل صعبه جدا في الحصول على الرخص. فسياده الرئيس لما يعدي ويشوف جزء من سور النادي الاهلي في مدينه نصر كويس وجزء تاني مش كامل، طب ايه اصل ما فيش تراخيص؟ لا، التراخيص تطلع ويتعمل حاجه جميله جدا. نفس الامر ده حصل في نادي الشمس من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيمر، ففي جزء رائع جدا من السور على عبد الحميد بدوي، وبعدين طلع على جسر السويس نفس المساله، ثم بعد الفندق السلام كده على جسر السويس لقى الدنيا بايظه خالص، ولما دخل يمين لقى بقى اسطبلات الخيل والحكايه والروايه حاجات بالشكل ده. فبرضو اتعجب يعني من ده وده. فنادي الشمس عمل سور برضو على مدار 17 كيلو حلو جدا 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 زي النادي الاهلي. ده يخليك تقف عند جزئيه مهمه، وهي ان رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي عينه بتلاحظ كل حاجه، وعاوز عينه دايما وعين شعبنا العظيم تبقى دايما رايحه على الحاجه الحلوه، تبقى رايحه على الحاجه الحلوه، على المنظر الجميل. وعشان كده لسه احد الاصدقاء العرب بيكلمني على، قال لي انا ما شفتش تحت الكباري في حته في العالم حاجات جماليه بالشكل ده، محلات وحاجه اضاءات وحاجه جميله جدا وقعده رائعه جدا للاسر المصريه وحاجات بالشكل ده. قلت له ادعي ربنا ده توفيق ربنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الجزئيات. وخلي بالك كده لما هو ياخد باله من سور في الشمس ولا في الاهلي، ده معناها ان هو بيلف مع نفسه وبيطمن على الجزئيات دي، ويا رب كده يا رب كده يحفظه ويبارك فيه ويرزقه بطانة صالحة تحضه على الخير، ويبعد عنه أي بطانة سيئة، ويبعد عنه أي ناس تسيء له أو تسيء لبلدنا العظيمة. وربنا يوفقه ويوفق كل أجهزة الدولة المصرية اللي هي أعدت لنا الأمن والأمان في ربوع مصر، واللي هي شغالة معاه داعمة له في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى. ربنا يوفقه للخير دايما بإذن الله. طيب نرجع لي نرجع لنادي الزمالك. فعجبني الكلام اللي قاله مرتضى منصور في جزئية ان هو راجع بمركز على المستقبل، ولن نفتح ملفات الماضي ونركز في المستقبل، ولن اصفي حسابات وصفحة كلها احترام للجميع وحاجات بالشكل ده. انا شايف ان دي اللهجة واللغة اللي بيحتاجها حتى نادي الزمالك في هذه المرحلة. عندك 7 نجوم محتاج تجدد لهم،